الخمار واجب على المرأة الجميلة فقط؟ ايش هو الخمار؟ الخمار الخمار اوضح لي ماذا تعني، لانه مفهوم الخمار اليوم صار له عدة مفاهيم. ماذا تعني؟ هذا ليس خمارا. الخمار هو الذي تضعه انت الان، ذاك النقاب، ذاك الورقة، ذاك المنديل. اما الخمار فهو غطاء الرأس. تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. فالآن دع كلمة الخمار. نعم. لأن ربنا ما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال على وجوههن، وإنما على هذا الجيب. شايف؟ شايف لحمي؟ لما أنا بلف الخمار مش على وجهي بزدلو، بلفه هيك ما بيعود بزار هذا اللحم. فالخمار هو كالقميص، لباس الرجال والنساء معا، فهو من لباس الرأس وليس من لباس الوجه. فإذا إذا شئت أن تسأل عن غطاء الوجه فاسأل عن غطاء الوجه ودعك والخمار. بالنسبة لغطاء الوجه، نعم، يعني يقال بأنه يعني ملزم على المرأة الجميلة دون المرأة غير الجميلة، هذا ليس بصحيح، وهذا نحن بيناه بيانا شافيا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب المسلم. أما بلغك قصة الخثعمية؟ كيف ذلك؟ إذا أنت ما قرأت كتاب الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. قرأت حجاب بس يعني لغاية قبل. الخثعمية كما في صحيح البخاري أو مسلم، وقفت أمام الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهو على ناقته ورديفه الفضل بن عباس. وقفت أمامه امرأة خثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكانت جميلة أو وضيئة، وكذلك الفضل. فما كان منه عليه السلام إلا أن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فهذا الحديث نص الموضوع الذي أنت سأل عنه، لكن مع الأسف، مع الأسف الشديد، غلبت التقليد على بعض الناس من جهة، وغلبت العادات والعواطف عليه من جهة أخرى، تحملهم على أن يتأولوا هذا الحديث بتأويل ما تخطر على بال الإنسان. ناس منهم يقولون جوابا على قولنا: لماذا الرسول لم يأمر هذه المرأة أن تغطي وجهها، وها هو الشيطان دخل بينها وبين الفضل بن عباس؟ شو بدك فتني أجلى وأوضح وأوقع من هذه الحادثة؟ نحن نقول لا، يجب المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها خشية أنه أوقع من هذه الحادثة. نحن نقول لا، يجب المرأة إذا خرجت من بيتها تغطي وجهها خشية أنه إيه، تقول هي جميلة ويشوفها شخص. لكن هذه الخشية هنا تحققت ووقعت. فلماذا الرسول عليه السلام لم يأمرها بأن تغطي وجهها؟
كثير وهم يعلمون ذلك. أقول هذا آسفا لأن هذا الجواب يقوله من نعتقد فيهم العلم والتقوى. يقولون إنه لم يأمر أن تغطي وجهها لأنها كانت محرمة، والمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. هذا كلام خطأ علميا. المرأة المحرمة لا يجوز لها الانتقاء، ليس لا يجوز لها تغطية الوجه، لأن هنا كما يقول الفقهاء في عموم وخصوص. يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بأي شيء إلا النقاب. مثلا، وهذا وقع في حديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة أيضا في رواية عنها، أنهم كنا على الإبل وهن في محرمات بالحج، فإذا مر بهن ركب قال أسدلنا على وجوهنا، أسدلنا على وجوهنا، يعني فرض هاي جلباب شده هيك شوي على وجهها، هذا سدل، وهذا جائز بالنسبة للمرأة المحرمة. لكن لو عملت هكذا لفت الخمار هذا حرام، لا يجوز لها. مثل الرجل إذا وضع القلنس على رأسه هذا لا يجوز، لكن يجوز له أن يضع الشمسية على رأسه أو الخيمة، عرفت كيف؟ فإذا قيل له بعد هذا التوضيح لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام هذه المرأة توضي، يقولوا لا يجوز المرأة توضي وجهها. يا جماعة اتقوا الله، أنتم تعلمون أن يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب. بعضهم يقول كان الفضل ينظر إلى لباسها، وتعرف لباس النساء العرب يومئذ شيء بنفر. أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى، أول سفرة سافرت إلى الحجاز وإلى البلاد السعودية كنت ترى النساء النجديات لا تستطيع أن تقترب من إحداهن رغم أنفك ولو كان لك هوى في إحداها. ليه؟ لأن الطرق غير معبدة، كلها ترابية رملية، وذيلها يجر الأرض ويثير القطار والغبار خلفها، فكأن الإنسان حال يقول جنب عني جنب عني. فأيش ينظر الفضل؟ ما الذي يعني حمله أن يوجه تلك النظرات إلى هذه المرأة إذا كانت مغطية رأسها ووجهها إلى أخمص قدميها؟ هذا تكلف عجيب. ثم لماذا لا يقول الرسول للمرأة اصرفي وجهك، بدل ما يقول لمين؟ للفضل. لأنه المرأة أولا سائلة تسأل الرسول، تريد أن تفقه في الدين. الفضل ليس كذلك، فهو متوجه للنظر، فهو إذا معتدي، فهو مخالف لقوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولذلك صرف بصره عنها. هذه حادثة وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام، ولذلك فنحن قررنا في ذاك الكتاب بأن ستر المرأة لوجهها بأي ساتر هو فضيلة من الفضائل، لكن الذين يوجبون ذلك على النساء حتى الجميلات فهم ليس عندهم دليل سوى أشياء لا تنهض لإثبات دعواهم. بعضهم حينما يعوزهم الدليل يلجأون إلى ما يفرون منه في ردودهم على
مخالفيهم إلى الفلسفة المنطقية والعقل بيقولوا لك يا أخي مش معقول يكون وجه المرأة يعني يجوز أن تغيره لأنه أجمل ما في المرأة وجهها. هذه يقولها علماء نجلهم ونحترمهم. وعليكم السلام. أخوني يا سبحان الله، أبهذا تحرم الأمور في الشريعة الإسلامية بمجرد أن يقال أن العقل يحكم بأن أجمل ما في المرأة وجهها؟ فأنا عرضتهم، قلت لهم والرجل كذلك، لأنهم حينما يقولون أجمل ما في المرأة وجهها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل، يعني وجهها هو الذي يجذبه إليها. طيب، وكذلك من باب المعارضة لإسقاط الدليل، أيضا أجمل ما في الرجل هو وجهه، فإذا مروا الرجال أيضا كما فعلوا بالمردي، مروا الرجال أيضا جميل الصورة على الأقل وجوههم. ثم هذا المنطق يتفرع منه ما هو أجمل ما في المرأة، عفوا ما هو أجمل ما في وجه المرأة؟ عيناها. إذا عموا عينها أيضا ودعوها لا تعرف الطريق تمشي فيه، لأنه بدها تكشف عن عينيها بالنقاب على الأقل. سبحان الله، لعلك أخذت جواب السؤال. مناسب أستاذ الكلام المرة حدثنا حوياك فيه؟ ليس لك الآن هذا الوقت.